اهلا بكم كاملين في الفيديو تاع اليوم. الفيديو تاع اليوم غادي يكون على منتجات خاصه بالشعر، فيديو شامل فيه المنتجات الجديده اللي كنستعمل حاليا واللي باقي كنستعملها لحد الان، وفيه ايضا منتجات اللي ديجا كملتها ديجا جربتها شحال هذه، وديجا ايضا نقدر نكون دويت عليها في شي فيديو في القناه شاركتها معكم او لا. فاليوم غادي يكون تقريبا موضوع شامل عن كل المنتجات الخاصه بالشعر اللي متواجده في الصيدليه فقط، غادي تلقاهم في الصيدليه وغادي تلقاهم في شبه الصيدليه اللي هو الباغا فارماسي. المنتجات كما كتشوفوا هنا جمعتهم لكم هنا، غادي نبدا لكم بهاد المنتجات هادو اللي كنستعمل حاليا للشعر ديالي، وغادي ندير لكم من بعد المنتجات اللي ديجا دوز باش هكا تاخذوا فكره شامله عن جميع المنتجات اللي موجوده بالصيدليه الخاصه بالشعر. بقاو معايا في الفيديو باش تشوفوا جميع هاد المنتجات هذه. لي برودوي اللي كنستعمل في هاد الفتره للشعر ديالي اللي هما هادو، هاد الاربعه كاملين ما عدا زيت جوز الهند، فيهم واحد جوج المواد كاملين متشاركينها، اللي هي الماده الاولى اللي هي لا فيتامين بي 5، والماده الثانيه اللي هي لاكيراتين. لاكيراتين بطبيعه الحال عندها مصدر طبيعي ومصدر صناعي، وهاد المواد هادي ولا هاد لي برودوي كاملين اللي هنا صالحين لجميع انواع الشعر. ولكن بالنسبه للتجربه ديالي انا مع هاد لي برودوي، لاحظت انهم كيرطبوا الشعر وما كيخليوش الشعر يتقصف، داكشي علاش كنقول انهم صالحين بزاف بالنسبه للبنات اللي عندهم شعر جاف ومتقصف، بالاخص هاد لي شامبوان هادو هاد الماسك. اول حاجه غنبدا بها هي هاد الشامبوان، هذا شامبوان اللي متكون من لاكيراتين مركب الفيتامين بي 5، مارك ديالو هي لا مارك فيتامين، وكاين هذا ايضا ديال الماركه فيتامين، هذا ابري شامبوان اللي كيتسمى كونديسيونور، هذا ايضا مكون من لا فيتامين بي 5 اللي معروفه انها كترطب الشعر وكتعالج التقصف وبزاف الحوايج وكتغذيه، ونبته الماكاديميا ولاكيراتين اوسي كاينه فيه. ما فيهش البارابين، كلهم هاد لي شامبوان بثلاثه ما فيهمش البارابين وما فيهمش السيليكون، وهذا اللي المشكله اللي فيه هو انه فيه السلفات. بالنسبه للبنات اللي عندهم مشكل مع ماده السلفات فما تستعملوش هذا، استعملوا لابري شامبوان ديريكت واخا فيه الرغوه. لابري شامبوان نورمالمون كيتستعمل ابري شامبوان، يعني حتى كتغسلي شعرك بالشامبوان، ولكن الا كانت عندك مشكله مع اللوريد سلفات، لان اغلب لي شامبوان كيكون فيهم هاد اللوريد سلفات هذا، فحاولي تستعملي هاد لابري شامبوان، فكيكون فيه واحد النسبه ديال الرغوه ولكن كتكون قليله بزاف، وما تتكونش الرغوه ديال السلفات، ما كتكونش ناتجه عن ماده اللوريد سلفات، انما كتكون ناتجه على واحد الماده اخرى اللي هي الكوكومايدو بروبيل بيتاين، تخرجوها من الدهون ديال جوز الهند. هذا كيتعتبر شامبوان، وفي نفس الوقت ممكن تستعمليه حتى ابخي ان شامبوان اخر استعملتيه، كيقوي الشعر وكيعالج حتى التساقط. المكونات اللي فيه هي بعض الزيوت الاساسيه، المركب ديال لا فيتامين بي 5 ولا كيراتين، ما فيهش البارابين ما فيهش السيليكون ايضا. بالنسبه للوريد سلفات فكاين فيه، دونك هذا وهذا فيهم اللوريد سلفات، ولكن كلهم ما فيهمش البارابين وما فيهمش السيليكون، هذا هو بوحدو اللي ما فيه لا بارابين لا سيليكون لا لوريد سلفات. هذا لو ماسك، هذا لا مارك غاسين فيتا وهذا لا مارك غاسين فيتا. هذا الماسك هذا ديال لا كيراتين اوسي، فيه المركب ديال لا فيتامين بي 5 الى فيتامين او، هذا كتحطيه على شعرك من بعد ما كتغسلي شعرك الغسله الاولى مثلا، بهذا كديري هذا لو ماسك هذا وكتخليه في الشعر ديالك يعني واحد من 15 حتى نص ساعه، كتخليه حتى كيشرب هذا الماسك هذا، من بعد عاد كتغسلي هاد لو ماسك هذا غير بلابخي شامبوان وكتشللي شعرك. ضروري انا كتنشفي شعرك، كتستعملي هاد لو سيروم هذا كابي، هاد لو سيروم هذا اوسي كيتكون من لا فيتامين بي 5 لا كيراتين، وفيه زيت الارغان الطبيعيه، كيصلح لجميع انواع الشعر، ما فيهش السيليكون وما فيهش مواد، ما فيهش بارابين، ما فيهش كاع دوك المواد اللي كيضروا بالشعر. كان ديال زيت جوز الهند فهو ممتاز جدا بالنسبه للشعر، الثمن ديالو 80 درهم في الصيدليه، يعني الا لقيتو قاصح في الصيدليه فهذا امر عادي، لانه اصلا زيت الجوز الهند اللي تيكون حقيقي وما مزورش كيكون قاصح، ما كيكونش زيتي، كيقصح في الشتاء وكيرطب في الصيف، يعني في الصيف كيرجع زيت. بالنسبه لهذا لو ماسك هذا
ثمن ديالو 89 درهم. ايضا الى بغيتو تعرفوا الثمن كتقسموا على 1.5. هذا السيروم هذا الثمن ديالو 79 درهم، غتقسموا على 1.5 يعطيكم الثمن ديال الباغا. هاد الجوج هادو ما فيهم، ما كاتبينش فيهم الثمن، ولكن الثمن ديالهم رخيص رخيص بزاف 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 بالمقارنه مع هادو. يعني ما هذا ما فايتش 30 درهم، وهذا ايضا حتى هو ما فايتش 30 درهم. بالنسبه للناس اللي في الدول الاجنبيه راه موجوده هاد لا مارك هادي في البارا فارماسي عندكم. بالنسبه لهاد الشامبوان هذا كابي ديال غاسين فيتا، الثمن ديالو 59 درهم ونص. وهادو المنتجات اللي ديجا فايت لي استعملتها وكملتها، غادي نحاول نهضر لكم عليهم بزاف. غادي نبدا لكم اول حاجه بلي فيتامين، لان الشعر الا كان كيتساقط لشي وحده فاول حاجه خاصها تبدا بها هي تاخذ لي فيتامين. الزيوت وداكشي اللي كيدير دار الشعر، ماسكات وداكشي طبيعي ما كافيش بوحدو، ضروري خاصها تكون تاكل اغذيه اللي غنيه بالمواد اللي كتساعد في علاج تساقط الشعر وفي انبات الشعر، اولا تاخذ مكملات غذائيه اللي خاصه بهذا المشكل ديال الشعر. اول واحد كاين هو فوركابيل، هذا فيه لاسيستين، الميثيونين، البيوتين، فيتامين بي، الفيتامين دي والزنك، اللي هي مواد كلها مزيانه بالنسبه للشعر وكتنبت الشعر وكتعالج التساقط. وهذا المنتج هذا راه مزيان ايضا حتى الاظافر، البشره، بزاف د الحوايج. غير هو منتج اللي يقدر بعض البنات الا كانت عندهم حساسيه من لا فيتامين بي غادي يدير لهم واحد شويه د الحبوب. ثاني هاد لاسبيرولين هادي بالنسبه للبنات اللي عندهم تساقط الشعر بسبب فقر الدم، لان فقر الدم كيسبب في تساقط الشعر، فخذوا لاسبيرولين لانها غنيه غنيه جدا بالحديد. الا كان عندكم بالاخص فقر الدم اللي السبب ديالو نقص الحديد، لان راه فقر الدم انواع كثيره وعديده. ايضا بالنسبه للبنات اللي عندهم تساقط الشعر بسبب نقص في ماده الزنك، فكاين هاد الزنك هذا اللي هو مكمل غذائي اللي فيه ماده الزنك. والزيوت اللي فايت لي جربتها شحال هادي واللي باقي كنصح بها لدابا هما هادو. بالنسبه للبنات اللي عندهم شعر جاف خذوا هاد النوع هذا ديال 7 زيوت. وبالنسبه للبنات اللي عندهم شعر دهني او لا اللي عندهم اي نوع شعر اخر من غير الشعر الجاف، فخذوا هاد العشر زيوت ديال ناتور سوا، راه زوينين، الثمن ديالهم راه ما مرتفعش، ما فايتينش 50 درهم. وكاين هاد السيروم هذا، هذا سيروم ديال بروفيتال، كيليق ايضا الشعر، مصنوع من الارغان وفيه مواد طبيعيه، زوين بزاف، ممكن تستعمليه للشعر ديالك ما غاديش يعطي شي ريحه خايبه، او لو حتى الزيوت هادو ايضا ما فيهمش رائحه خايبه. داير 105 دراهم في الصيدليه، في البارا فارماسي غادي تلقاوه باقل من هاد الثمن. هاد جوج لي شامبوان كلهم غادي تلقاوهم ايضا في الصيدليه وفي لي بارا فارماسي، هذا كلوغان وبينيكوس. غير هو انا كنفضل هذا على هذا من خلال التجربه ديالو ومن خلال حتى المكونات اللي كيحتوي عليها هذا الشامبوان هذا. فاغلب المكونات اللي كاينين فيه اغلبها نقدر نقول 99% من المكونات اللي فيه عباره على مواد اللي هي طبيعيه. الماده الاساسيه اللي في هذا الشامبوان هي لالويفيغا، فيه زيوت، فيه نباتات، فيه بزاف د الحوايج، بزاف د المواد اللي زوينين بزاف بالنسبه للشعر. الماركه ديال بينيكوس هذا. وكاين هذا كلوغان، هذا حتى هو ما بيش، غير هو فيه البارابين، فيه واحد النسبه ضئيله ديال ماده البارابين كاينه لتحت. دان هذا ايغور، هذا بالنسبه للبنات اللي عالجوا تساقط الشعر اولا كيعالجوا تساقط الشعر اولا نبت لهم الشعر ديالهم وبغاو يحافظوا عليه، ما بغاوش باقي الشعر ديالهم يتساقط، فهذا كيتكون من مواد اللي كتمنع تساقط الشعر، اللي هو واحد اللوسيون اولا واحد المحلول مائي، فيه واحد الماء كتبقاي كديريه لشعرك، كدير به مساج كل ليله لشعرك باش ما يبقاش يولي عندك هذا المشكل ديال تساقط الشعر، وباش شعرك يقوى، باش تحافظي على شعرك، خصوصا الناس اللي كيستعملوا المينوكسيديل وبغاو يحافظوا على شعرهم ما يتساقطش من يقطعوها، فاستعملوا هاد ايغور هذا. الثمن باش كنت خديته 102 دراهم، وفي البارا فارماسي غادي تاخذوه باقل من هاد الثمن هذا. كنتمنى يكون الفيديو عجبكم، بالسلامه عليكم الفيديو اخر ان شاء الله. الا بغيتوا تدخلوا الموقع الرسمي ديالي غادي تلقاو الرابط اسفل الفيديو في صندوق الوصف اللي هو هذا، غادي تبركوا عليه غادي يديكم للصفحه
ديال الموقع ديالي اللي هي هذه كما كتشوفوا هنايا. بغيت غير نشرح لكم الموقع كي داير باش تفهموا كيفاش تدخلوا والبلايص فين غادي تدخلوا. دونك هنايا في الموقع ديالي انا كنهضر فيه على كل شيء تقريبا، بزاف ديال المواضيع. نتوما بالنسبه للمتابعين اللي عندي في القناه فهم متابعين اللي كيهتموا بزاف بهذا الشيء ديال العنايه بالذات، يعني المنتجات والعنايه بالذات. دونك العنايه بالذات راه كاينه هنايا، ها هي هاد الخانة، هادي فيها العناية بالأطفال، العناية بالجسم، العناية بالشعر، العناية بالفم والأسنان، العناية بالمناطق الحساسة، والعناية بالوجه عفوا. كل قسم فيه عدة مواضيع كتابية وفيها فيديو أيضا في الأسفل. من بعد غادي نوريكم كل موضوع كيداير. وهنايا كاينين المنتجات، هادو فيهم منتجات اللي ديجا داوية عليها في القناة، وحتى منتجات اللي ما دويتش عليها في فيديوهات في القناة ديالي. دونك انا دخلت المنتجات هنا. كاين موضوع على كريم سودو كريم اللي دويت عليه في القناه، الماء الاكسجيني ايضا، زيت بيض النمل، سيروم الفيتامين سي، زيت جوز الهند، زيت الجوجوبا، جيل الويفيرا، كريم ديال الوقايه من الشمس ديال الاورياج، زيت شجره الشاي، كريم النيله الصحراويه الزرقاء. وكاين الى درتي عرض المزيد غادي يعطيك مواضيع اخرى. المهم هنا حبوب الكولاجين، المهم كاين بزاف ديال المنتجات اللي ديجا داويه عليها في القناه. كتدخلي الموضوع غادي تلقاي الموضوع فيه عفوا، الموضوع غادي تلقاوه مكتوب كتابيا، وكاين ايضا شرح للموضوع عن طريق الفيديو. هذا هو الموضوع ديالنا. هادشي بالنسبه للناس اللي كيبغيو يقراو الموضوع، وبالنسبه ايضا حتى للناس اللي ما كيفهموش اللهجه المغربيه. دونك غادي تهبطوا لتحت، ها هو الفيديو هنايا اللي ديجا محطوط في القناه اللي دويت فيه على هاد لي برودوي هادو. وهنايا نفس داكشي اللي قلت تقريبا هنا في الفيديو كنكتبو هنايا في المواضيع ديالي، غير هنا كنزيد نتعمق بزاف وكنزيد نشرح داكشي بتفصيل.